معانا احمد، اتفضل يا فندم. محمد اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا يا محمد. اهلا بحضرتك. اتفضل. دلوقتي يا ريت بس ما حدش يقطعني، ممكن ما حدش هيقطعك يا فندم. وانت قلت حاجه عشان نقطعك يعني. اتفضل. تمام. دلوقتي يعني حضرتك لا عزاء للشهداء حتى يقتل كل من في السجون من الاول للاخر، من اول واحد لاخر واحد، من اول الشاطر لحد مرسي لحد كل الناس القذرة اللي هي عايزة تموت البلد. ده أول حاجة. تاني حاجة، الناس اللي رايحة تحارب دي هي رايحة في رحلة ولا رايحة عارفة إن في حد هيضربها بنار؟ النبي يا أستاذ محمد بلاش الكلام اللي أنت بتقوله ده، هم رايحين يستشهدوا، مش بعد ما يستشهد نقول رحلة. أنت اللي قاعد في التكييف وعمال تنظر وتتكلم، هم لهم مهمات، لم يتخذوا أو يأخذوا معهم طائرات، لأن حتى لا تنكشف العملية اللي موجودة هناك خطط. يعني إحنا بنترحم عليهم وبنشد من أزرهم ونقف وراء الشرطة وما نقولش إقالة قيادات أو غيره. الإرهاب وراءه دول كانت بدل حضرتك ما تتكلم وانت قاعد دلوقتي، كنت زمانك أصبحت مثل المدن الأشباح اللي موجودة في كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا. انت تحمد ربنا ان احنا قاعدين بنتكلم ونقعد ننظر على ارواح الشهداء. احنا مصر قوية، مصر قادرة. كانت هناك مخطط لتفتيت الدول وتدمير الجيوش، كان على رأسها مصر، ولكن شعبها العظيم وجيشها الوافي وشرطتها هم اللي منعوا ذلك. كنا زماننا بالظبط، واحنا ما نقولش احنا بنخوف الناس، لا، ده كان واقع وحقيقة اسمها الجائزة الكبرى. ده الكلام ده ليس من هذا اليوم ولكن من 1907، وكان هناك مؤتمر لبانرمان، وده كان رئيس وزراء بريطانيا طلع وثيقة أول حاجة تدمير الدول وتفتيتها وعلى رأسها مصر إلى 3 دول. احنا شفنا دلوقتي العراق بتتفتت، سوريا نفس القصة، ليبيا نفس القصة، اليمن هناك مشروعات لتخطيطها. نحمد ربنا ونقول الحمد لله، لكن الشهداء فوق رأسنا كلنا، ولولا الشهداء ما كانت مصر حية حتى الآن. معلش يا أستاذ محمد، انت بتقول هتكلم ما تقطعنيش، تتكلم تقول ايه؟ هم مش في رحله، هم رايحين يستشهدوا علشان سيادتك تقول هذا الكلام. بشكرك جزيل الشكر يا استاذ محمد، وانا بؤيد حضرتك في كل كلامك يا سياده اللواء، بس بتحفظ على كلمه تنظير، لانه هو مواطن في النهايه من حقه ان هو يتساءل. ما يقولش يا فندم رايحين رحله، بس هتحفظ على دي وحضرتك حر، حضرتك قلت اللي انت عايزه. معلش، مين معانا؟ شباب.